كل اللقاءات الهامة هيكون معانا دلوقتي لقاء لايف أيضا مع الكابتن أحمد عبد الفتاح لاعب الأهلي السابق، وبنصبح عليه صباح الفل على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا فرح، صباح الخير يا غانم، وصباح الخير لكل مشاهدي اون سبورت. بنصبح على حضرتك يا كابتن، ويعني ناخد حضرتك سريعا للحدث الابرز حاليا وهو البطوله العربيه. شفنا تالق العديد من الفرق، بالفعل بطوله مثمره. رايك في البطوله بشكل عام وفي الاربع فرق اللي تاهلت لدور نصف النهائي، سواء قطر او الجزائر او منتخبنا الوطني المصري رفقه ايضا المنتخب التونسي؟ والله فعلا تنظيم اكثر من رائع. اجواء البطوله بصراحه بتفكرنا باجواء كاس العالم. الجماهير وعوده الجماهير، وان احنا نشوف لو منتخبنا المصري وبيلعب والجماهير وتشجيع الجماهير في كل الفرق طبعا حاجه ممتعه جدا. وانا بقولها في كل مره وبقولها في كل برنامج ان لاعب الكوره عامل زي الفنان او المغني او اللي بيمثل في المسرح، لو لقى جمهور بيشجعه هيبدع. وفعلا البطوله الجمهور مخليها طعم او مذاق مختلف عن اي بطوله الدوري مثلا او ماتشات الدوري. احنا بنلعب غير جمهور، بدانا السنه دي الحمد لله يعني 1000 مشجع من كل فريق، لكن طبعا الاجواء الجميله اللي احنا شايفينها في ملاعب قطر حاجه جميله جدا يعني. طيب لو رحت مع حضرتك ايضا لاداء المنتخب حتى هذه اللحظه، من وجهه نظرك شايف المنتخب عامل ازاي؟ اداؤه مع مستر كارلس كيروش، يعني يمكن يكون مستر كيروش اتعرض لهجوم شديد جدا في بدايه التوليفه اللي ابتدى يصنعها مع المنتخب، العناصر الجديده اللي ابتدى يدفع بيها، القايمه اللي مع كل تجميعه كان بيثار جدل كبير جدا حول العناصر الجديده اللي بقت موجوده مع المنتخب. عايز اعرف تقييم حضرتك حتى هذه اللحظه لاداء اللعيبه والاداء المنتخب ككل. بصي، هو مستر كروش كان واخد البطوله في الاول، رايح البطوله ما كانش عينه ان هو ياخد البطوله، تركيزه كله مش ان ياخد البطوله، لا تركيزه عن ان هو يكتشف مجموعه من اللاعبين بيشوفها في الدوري المصري. مجموعه من اللاعبين اول مره مثلا زي احمد رفعت يلعب دولي، احمد ياسين، عمر كامل عبد الواحد، مجموعه مهند لاشين، مجموعه من اللعيبه يعني دوليا لسه ما لعبوش. فهو رايح يعمل صف تاني للمنتخب الاول، عنده صف طبعا معروفين اللعيبه المحترفه واللعيبه اللي بيلعبوا بقى لهم مثلا 5 6 سنين، بدا يدخل صف تاني عشان يعمل توليفه جديده للمنتخب. ظهر طبعا مجموعه من اللعيبه مميزه جدا في البطوله. بدا من المباراه الاخرى بدا يفكر في البطوله، بدا يطمع. حتى اول مره نشوف كيروش ينفعل مع كل هدف، ينفعل مع كل فوز. كان حتى في تصفيات كاس العالم كنا بنشوف كيروش كان هادي جدا، لكن فعلا الجمهور هو اللي بيحرك الجهاز الفني، الجمهور هو اللي بيحرك لعيبه المنتخب. هو دلوقتي هدفه طبعا البطوله، وصول الاربع فرق، منتخب مصر، تونس، الجزائر، قطر. هم دول انا من وجهه نظري في الاول كانوا مرشحين للوصول للسيمي فاينال. معاهم طبعا منتخب المغرب طبعا اداؤه ولا اروع في الادوار التمهيديه، بس خسرته لمباراه الجزائر طبعا في ضربات الجزاء، برضه منتخب يحترم جدا منتخب المغرب. وصولنا للمربع الذهبي دلوقتي، انت عارفه ان الجمهور المصري اي بطوله بيخشها ما بيفكرش غير في المركز الاول. طبعا اربع فرق قويه جدا، مباراتنا مع تونس قويه جدا، اتمنى ان شاء الله نقدم مباراه على مستوى عالي وان احنا نقدر نكسب نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. يعني انا كنت دايما بتكلم يا كابتن احمد يعني على الدروس المستفاده بشكل عام في كره القدم، ولكن مباراه المنتخب الاردني اعتقد خرجنا بدروس مستفاده كتيره جدا، بعيدا عن تالق اللاعبين او حتى يعني ان احنا ادينا بشكل جيد. عايز ابعد عن البوينت دي او البوينتس دي ونشوف بعض النقاط المستفاده او اهمها من وجهه نظري انا الشخصيه، وبرضه عايز حضرتك تشاركني الحديث، ان احنا ما نستهونش باي منتخب مهما كان اسم المنتخب الوطني المصري، ولكن لازم الاحترام يكون لجميع المنتخبات، والمنتخب الاردني بالفعل احرج المنتخب الوطني المصري، ولولا سوء الحظ اعتقد يعني اول نص ساعه كان ممكن يبقى فيه سكور كبير للمنتخب الاردني. واعتقد دي النقاط اللي كارلس كروش هيستفاد منها بشكل كبير جدا في المباريات القادمه. راي حضرتك ايه في هذه الجزئيه؟ هو طبعا احنا مش عايزين كروش هو اللي يستفيد، احنا عايزين لعيبه المنتخب المصري، لعيبه المنتخب المصري على العصور كلها بيستهون باسامي الفرق. يعني مع احترامي طبعا للمنتخب الاردني، مع احترامي للمنتخب السوداني، المنتخب اللبناني، لما لعبت منتخب لبنان اول مباراه كان تركيزك ما كانش 100%، اديت مباراه كانت يعني انا شايفها 50%،
لما لعبت مباراه السودان بعد كده وتركيزك المباراه كان 100% قدرت تكسب السودان بسكور كبير جدا. ادائك في مباراه الجزائر لانك بتلعب منتخب الجزائر وعارف منتخب الجزائر رقم واحد في افريقيا دلوقتي اديت مباراه ولا اروع. جيت بقى بتلعب السيمي فاينال برضو احترمي طبعا منتخب الاردن اللعيبه نازله تركيزها مش 100% لكن الهدف اللي جه فينا في اول 13 11 دقيقه هي دي اللي فوقت اللعيبه شويه. لكن اتمنى ان شاء الله لعيبه المنتخب المصري تركيز من اول لحظه ياخدوا البطوله ياخدوا المباراه. مالكش دعوه انت بتلعب مين، انت نازل منافس نازل بتكسب. بس الميزه الكويسه اللي انا شايفها في البطوله السنه دي او في البطوله دي البطوله العربيه او في اداء المنتخب مع مستر كروش الروح العاليه. بقى لنا فتره طويله جدا من ايام منتخب كابتن حسن شحاته والجيل الذهبي الروح منعدمه شويه، الروح مش زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع مستر كروش. اداء اللعيبه مع الروح مع الجزء التكتيكي اللي بيشتغله مستر كروش، لا المنتخب شكله جاي. احنا برضو من وجهه نظري ان المنتخب المصري مش هو ده المنتخب المصري، لا احنا عندنا الافضل. هويه المنتخب المصري لسه ما ظهرتش، اداء المنتخب المصري لسه ما ظهرش. مع احترام طبعا للبطوله لما تيجي تلعب مستر كروش بيحضر البطوله دي عشان المباراه الفيصل مع اللي هيجي في القرعه ان شاء الله صاحب المستوى الاول اذا كان الجزائر اذا كان تونس اذا كان المغرب اذا كان السنغال نيجيريا، خمس فرق قويه جدا مستوى الاول. فانت لازم تكون مركز تركيز قوي جدا. مستر كروش كل تركيزه والبطوله دي معموله عشان المباراه دي وكاس افريقيا في الكاميرون. اتمنى ان شاء الله انه يخرج من البطوله دي مع التوليفه اللي يقدر يلعب المباراه دي على اعلى مستوى نقدر نوصل فيها لكاس العالم اللي هو حلم جماهير طبعا مصر كلها الوصول لكاس العالم. مع احترامي البطوله العربيه طبعا تحترم اجواءها جميله، لكن وصولنا لكاس العالم اهم من البطوله العربيه. ادائنا ووصولنا للمباراه النهائيه مثلا او بطوله افريقيا ان احنا ناخدها طبعا اهم من البطوله العربيه. فانا عارف ان مستر كروش او الجهاز الفني للمنتخب بيشتغل كل البطوله دي عشان نوصل لمنتخب قوي يبقى منتخب يقدر يمثلنا في المباراه القويه جدا اللي هي هتبقى المباراه الفاصله لو توصل كاس العالم ان شاء الله. طيب حضرتك برضو يا كابتن شايف من وجهه نظرك مين اللي هيكون طرفي المباراه النهائيه منتخبنا المصري ان شاء الله باذن الله، مين اللي يكون معاه وحضرتك تفضل يكون مين، هل هو منتخب قطر ام منتخب الجزائر؟ بصي انا شايف منتخب قطر قوي جدا على اعلى مستوى بيلعب في وسط جمهوره. منتخب الجزائر برضو لا يستهان به، فريق قوي جدا جدا جدا. مباراتنا مع تونس برضو مباراه قويه جدا جدا. انا شايف ان الاربع فرق اللي وصلوا دول اي حد فيهم يبقى البطل هو اللي يستحق. يعني ساعات الظروف بتوصل فرقه مثلا انها توصل النهائي او تاخد البطوله مش على قد المستوى، لكن فعلا الاربع فرق اللي وصلوا دول هم اللي يستاهلوا ان هم يوصلوا. اي فرقه فيهم توصل هنبارك لها ونقول الفرق اللي ما وصلتش او ما خدتش البطوله هارد لك لان كله عمل مجهود كبير جدا. بس اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون طرف المباراه النهائيه ان شاء الله مع منتخب قطر باذن الله. خليني اسال حضرتك ايضا سؤال واعرف وجهه نظر حضرتك ازاي كارلوس كروش هيتغلب على الجزئيه التاليه. لعبنا طبعا مباراه امتدت للاشواط الاضافيه امام المنتخب الاردني يوم الاربعاء اللي هو غدا باذن الله هنواجه المنتخب التونسي. ان ربنا كتب لنا النصيب هنتواجد في المباراه النهائيه بفارق زمني يومين فقط الخميس والجمعه، لان المباراه النهائيه تحدد لها يوم 18 ديسمبر اللي هو السبت. شايف حضرتك ازاي ايضا الاستفاده من التغلب على الفرق الزمني القليل واحنا قادرين بعد ما لعبنا 120 دقيقه ان شاء الله ان ربنا كتب لنا ان احنا نتواجد في المباراه النهائيه هنتغلب ازاي على الجزء البدني ده يا كابتن؟ هي دي المشكله اللي بتقابل اللاعب المصري. اللاعب المصري مش متعود يلعب كل ثلاث ايام مباراه. بس انا شايف ان الموسم اللي فات في الدوري والموسم اللي قبليه عودت معظم لعيبه الدوري ان احنا كنا خلاص عشان موضوع الكورونا خلت الدوري المضغوط قدرنا نلعب دوري كل ثلاث ايام واربع ايام مباراه. فده في معظم اللعيبه دلوقتي. لكن انا اللي بيقلقني دلوقتي مجموعه اللعيبه المصابين. اذا كان احمد حجازي كان في مشكله برضو للشناوي احنا كنا عايزين نطمن عليهم بس باذن الله الشناوي يكون موجود. احمد حجازي حمدي فتحي برضو من الاثنين لعيبه من اعمده المنتخب ادائهم مهم جدا في اداء المنتخب. الآن من عدم وجودهم إن شاء الله بإذن الله يكونوا بكرة موجودين في المباراة. طبعا مشكلة طبعا بعد مباراة تونس بعدها بثلاث أيام في ظل البطولة كلها كل ثلاث أيام مباراة وكل أربع أيام مباراة. ف
فدي برضو يعني مجهده جدا. بس انا دي متهيألي مستر كروش والجهاز الفني بيقدر يتغلب على المشاكل دي، ان هو بيقدر يعمل روتيشن للعيبه، بيقدر المباراه النهائيه ممكن يبقى يومين كمان مش ثلاثه مثلا. احنا شفنا المباراه اللي فاتت، ما دي مشكله كبيره جدا يعني. بس ان شاء الله باذن الله مع الروح. بص انت لما تيجي تلعب مباراه نهائيه بتنسى التعب. اصل عارف ليه يا كابتن سالت حضرتك السؤال ده؟ حلمك ان انت تاخد البطوله. اتفضل. لان وارد جدا ان انت ايضا امام تونس تلعب اشواط اضافيه، فازاي ما ركزوش في الجزئيه دي؟ فانا ما ينفعش اكون وارد لو منتخب التونسي لعب كده مع الجزائر بالظبط خارج اكون لا مش المنتخب الجزائري لعب مع المغرب، قصدي حضرتك مع المغرب انا اسف بالظبط. فازاي انا اكون كمصر خارج من مباراه اشواط اضافيه امام الاردن، ادخل على مباراه قد تمتد الاشواط الاضافيه امام تونس، بعدها بيومين فقط العب مباراه نهائيه على لقب بطوله؟ يعني هو هي المشكله ان البطوله محطوط لها ميعاد والتنظيم معمول كده. فان شاء الله زي ما بقول لك كده احنا وصلنا للمباراه النهائيه. انا شايف ان اللاعب المنتخب المصري لما بيجي يوصل للمباراه النهائيه بالنسبه له بيبقى دافع قوي جدا للفوز بالبطوله. زي ما بقول لك احنا الوصول للنهائي ده يعني انا شايف من وجهه نظري هو ده الفوز بالبطوله. التوفيق بقى هنا عامل توفيق هيلازمك او مش هيلازمك، هتلاعب منتخب قطر، هتلاعب منتخب الجزائر، هو ادائك يوم المباراه شكلك ايه؟ اللعيبه عندك تعبانين، اللعيبه عندك قادرين يتغلبوا على التعب ده، قادرين ان هم الدوافع اللي عندهم للفوز بالبطوله مخليهم ناسين التعب، ناسين الاجهاد، حلم الفوز بالبطوله، البطوله العربيه دي المنتخب المصري تملي يعني او على 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 مر العصور او على مر الاجيال خدناها كذا مره. فاتمنى ان شاء الله التوفيق ونقدر نفوز بالبطوله. بس زي ما بقول لك الهدف من البطوله مش الفوز بالبطوله. الهدف البطوله اللي مستر كروش رايح عشانه ان احنا نختار توليفه كويسه جدا لمنتخب مصر تبقى معانا مع مجموعه اللعيبه المحترفه. طيب كابتن احمد، من وجهه نظرك شايف انه الافضل عوده اكرم توفيق للتشكيل الاساسي في مباراه تونس ولا لا؟ لا طبعا اكرم من اللعيبه المميزه جدا، ومركز المدافع الايمن ده محجوز له. عمر كمال عبد الواحد قدم مباراه جيده جدا قدام الاردن، عمر نستفيد منه برده كبديل، ممكن يشتغل الجزء الجناح الايمن او الجناح الايسر. عمر مميز جدا في الجزء الامامي برضه، بيعرف يحرز اهدافه وكان هدافين الدوري الموسم السابق. لكن اكرم طبعا وجوده مهم جدا في المنتخب المباراه الجايه مع ان شاء الله باذن الله حجازي برضه، لان برضه مع احترامي احمد ياسين لاعب مميز جدا، بس برضه خبراته مش زي احمد حجازي جنب الونش. لما الاثنين بيلعبوا بتحس ان المنتخب فعلا الاربع مدافعين دول في ظل وجود المحترفين او عدم وجود المحترفين هم دول الاربعه الاساسيين للمنتخب، اذا كان اكرم واذا كان الونش واحمد حجازي واحمد مدافع الزمالك مش نسيت اسمه، مش عارف نسيت اسمه ليه، مين هم دول الاربع مدافعين للمنتخب المصري. ابو الفتوح بالظبط كده. فمفيش قلق على الاربعه دول، لكن وجود احمد ياسين برضو لسه مش واخد على طريقه اللعب جنب احمد جنب الونش شويه، قلقان شويه من مباريات، لسه الخبره عنده ما جاتلوش قوي. فده ده وارد يعني، ده وارد. بس اتمنى وجود حجازي طبعا خبره كبيره جدا في اداء المنتخب واداء الدفاع للمنتخب ان شاء الله. في نفس الجزئيه معلش اسال حضرتك، في حاله عدم جاهزيه حمدي فتحي، يعني شفنا كيروش في اخر مباراه لاكرم توفيق اللي حصل فيها على الانذار الثاني امام المنتخب الجزائري بيعتمد عليه كوسط ميدان، هل بتفضل في حاله عدم جاهزيه حمدي فتحي ان يبدا اكرم توفيق يحتل هذا المركز ونلاقي عمر كمال متواجد على حساب طبعا مهند لاشين اللي يعني ممكن يتواجد في مقاعد البدلاء؟ خلي بالك هو عنده مستر كروش ما بيلعبش اتنين في نص ملعب بس، ومستر كروش فكره هو دي المشكله اللي بتقابل قفشه، هو بيحب يلعب ثلاثه نص ملعب، ثلاثه نص ملعب يعني الثلاثه يعني رقم 10 بيبقى متاخر شويه يا كابتن. 86 بالظبط كده، ثلاثه على خط واحد، واحد في النص، واحد يمين واحد شمال. هو بيشتغل كده على طول يعني. فعشان كده هو المباراه اللي فاتت زيزو اللي كان شغال في نص الملعب. ممكن يفكر زي ما قلنا في اكرم توفيق وعمر يكمل، عنده حلول كتيره وعنده افكار، بس هي مشكله قناعات المدير الفني. يعني هو جات له قناعه وقت من الاوقات ان ايمن اشرف يلعب في المكان ده في نص الملعب. انا من وجهه نظري ان ايمن اشرف من اللعيبه اللي صعب جدا يلعب في المكان ده، بس هي زي ما بقول لك هي وجهات نظر. نتمنى له طبعا ايمن اشرف الشفاء، وجوده طبعا مهم جدا للمنتخب. لكن انا من وجهه نظري هو عنده حلول كتيره، اذا كان اكرم توفيق يلعب في نص الملعب،
اذا كان ممكن يلعب اكرم توفيق وزيزو والسوليه ممكن يلعبوا الثلاثه. وارد ان اكرم يلعب برده في نفس المكان باك رايت، هيفكر برده في نص الملعب يدي زيزو ويدي عمر وارد ان حمدي فتحي يكون متواجد مهند. باذن الله عنده يعني نتمنى طبعا نتمنى حمدي من اللعيبه المميزه جدا، ووجوده مهم جدا 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 في اداء المنتخب. انا صحيح. انا من وجهه نظري ان حمدي من اللعيبه الركائز الاساسيه المهمه جدا للفتره الجايه للمنتخب المصري ايا كان يا كابتن احمد. ان شاء الله اللي يكونوا متواجدين ويشاركوا في مباراه منتخبنا المصري المقبله امام منتخب تونس يكونوا 11 مقاتل داخل الملعب باذن الله. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا وتحياتنا ليك كابتن احمد عبد الفتاح نجم نادي الاهلي السابق. صباحك زي الفل. صباح الخير.